وده هو احتمال حدوث الايفنت.
السيرفيس كول او السبيس كول، ان كل الاحتمالات او مجموعه الاحتمالات داخل هذا السبيس تبقى تطلع بواحد، فدي احتمالات الاحداث كلها اللي ممكن تحصل. الموضوع بسيط مش حاجه. كقواعد قديمه ان انا لو حبيت اجيب البروبابيلتي بتاع حدث معين او ايفنت معين هي عباره عن واحد ناقص احتمال البروبابيلتي بتاع الحدث الفلاني. طيب هل الاحداث ده اندبندنت ولا ديبندنت؟ دي بتختلف. اندبندنت يعني ان الحدث ده في بعض الاحيان معتمد على حدوث الحدث الاخر. بمعنى انت بتاكل اكله معينه، فالاكل اللي انت بتاكله ده وارد او احتمال انك تصاب بمرض معين نتيجه لهذا الاكل. انت بتاكل اكل مش مشهور او وارد مش عارف ايه، ففي بروبابيلتي انك انت نتيجه لاحتماليه اكلك للاكل ده انك انت هتصاب بالمرض الفلاني. ففي هنا ارتباطات احتمالات، في مرض موجود احتمال حدوثه، وفي اكله معينه، فدي كده انت بتتكلم على المتغيرات في ارتباطات. او ان يكون في عدم ارتباط ما بينهم اصلا، موضوع الهيد والتيل دي ما فيهاش ارتباط، هي دي مش مرتبطه بدي، ده حسب هي بتنزل باي شكل، فده شكل. بناء على ذلك فبيبقى في احتمالات. احتمال القاعدة اللي بعديها، احتمال حدوث الاكس او الواي، احتمال حدوث الاكس او الواي اللي هما بيطلقوا عليها بشكل اخر هو احتمال حدوث الاكس تقاطع الواي او انترسكشن مع الواي. اليونيون احتمال الاكس او الواي، يعني كل الاحتمالات اللي ممكن تبقى فيها الاكس موجوده والواي موجوده، ودي اقدر اقول ان هي تساوي احتمال الاكس زائد احتمال الواي ناقص احتمال للاكس، يعني نوت الاكس ونوت الواي. احتمال حدوث الاكس زائد احتمال حدوث الواي ناقص احتمال الاكس هي النص اللي هي التقاطع، اللي هي البي اوف اكس زائد البي اوف واي ناقص احتمال ان الاكس تقاطع مع مين؟ تقاطع مع معايا يا جماعه؟ طيب دي كم بروبابيلتي عامه اللي هي القوانين القديمه. تعالى بقى جدا ناخد ثلاث اربع قوانين جداد. لما بيجوا يطلقوا على الاكس اند الواي، احتمال حدوث الاكس والواي ان الاثنين يجوا مع بعض، هما بيسموها هنا البي اكس واي. بي اكس واي هي الجمله المكافئه الى احتمال حدوث الحدثين او التو ايفنت اللي هما اكس وواي. احتمال حدوث الاكس ريليتد للواي هو احتمال حدوث الاكس والواي بناء على احتمال حدوث الواي. دي اول قواعد البايز رول. احتمال حدوث الاكس نتيجه لحدوث الايفنت اللي اسمه واي، هي عباره عن البروبابيلتي لكل من الاكس والواي مع بعض بناء على احتمال حدوث الواي كليه ممكن تكون كام. خلي بالك دي عباره عن معادلات انفستيجيتد، يعني هي ليها اسباب وطلع في اشكال معينه عشان في الاخر يطلع بالمعادله دي، فاحنا بتاخد الكلام ده كله مش قصتنا. فالهم بس تعرف ان كل من الاكس والواي ايفنتس، من الاكس والواي ايفنتس، بس انت عايز تستنتج. نعم دول ديبندنت طبعا. فانت لو عايز تعرف احتمال الاكس نتيجه لحدوث الواي فهو عباره عن البروبابيلتي بتاعت الاكس والواي مع بعض اد بالنسبه او اسمها لك البروبابيلتي بتاعت حدوث الواي لوحده. يعني على سبيل المثال زي ما قلت لك موضوع مثلا معين، فانت شايف ان الناس اللي عندها مرض معين دايما بتاكل اكله بعينها،
طيب انا عايز اعمل جوجابيلتي بقى، الناس اللي هتاكل من الاكله دي نسبه تصابتها بالمرض قد ايه؟ شوف الفرق. انا عايز اعرف احتمال الناس اللي هتاكل من الاكل ده هتصاب بالمرض ده بنسبه قد ايه؟ مختلفه عن ان كل الناس اللي عندها المرض ده نسبه منهم كانت بتاكل الاكله دي. يعني مثلا سي سواء ده زي الكوليرا مثلا، بيجي مثلا انك انت بتاكل اكل مش نظيف او مش عارف الميه او غيره. فالناس اللي بتاكل اكل مش نظيف بنسبه 50% منهم هيصاب بالكوليرا. الشر يعني عجيب ايه؟ لكن الناس المصابه بالكوليرا مش كلهم كانوا بياكلوا او بيشربوا ميه مش نظيفه، ففي ريليتد او في تو فاريبلز سيادتك بتعمل ريليشن ما بينهم في اللي احنا بنسميهم الاكس. فاحتماليه حدوث الاكس بناء على احتماليه حدوث الواي دي اللي احنا بنسميها البروبابيلتي اكس واي على البروبابيلتي بتاعها. طبعا دي بتبقى بناء على شكل المساله، انا ببدا احسب كل واحده فيهم وببدا اطلع القيمه معايا يا جماعه. لو انت بتتكلم بقى على اندبندنت فاريبل، لو اندبندنت فاريبلز فالفاريبلز دي مش مرتبطه ببعضيها، فلما تيجي تجيب البروبابيلتي بتاعت الاكس والواي في الحالات دي بتبقى البروبابيلتي بتاعت الاكس مضروبه في البروبابيلتي بتاعت الواي. لما تجيب احتمال حدوث في حاله الاندبندنت فاريبل، لو الاكس ده بتعتمد على الواي دي حاجه ودي حاجه، طبعا ثانيه هتقولوا شويه دي ديبندنت، المرض ده معتمد على الاكل ده او ده معتمد على ده، لكن لما تكون الاندبندنت فاريبل فالبروبابيلتي بتاعت الاكس والواي الاثنين مع بعض هي عباره عن البروبابيلتي الخاصه بالاكس زائد البروبابيلتي الخاصه بيه يا جماعه الخاصه بالاكس. معلش شويه قوانين كده التولز هنحفظهم او هنعرفهم وبعد كده هناخد مثال تبدا توضح يا دكتور. هم لو هم جايبين على بعض بجيب التقاطع، بجيب اللي هو الاند ازاي؟ نعم. لو هم معتمدين على بعض بجيب الاند ازاي؟ بجيب ايه؟ الاند ازاي بجيب اللي هم معتمدين؟ دي بقى دي لسه ده الشكل، انا لسه بقى هنشوف دي ازاي؟ الرولز دي لسه هتكبر شويه وهتطلع بالشكل ده. حتى يا جماعه عندكم سؤال حتى الان؟ سيادتك عايز تاخده من البنك، فهو المفروض كماشين ليرنينج بيعمل عمليه انفستيجيشن وبيحدد هو ده لو ريسك ولا هاي ريسك. وبالتالي فانا عندي كلاس اسمها سي، ودي الكلاس اللي انا عايز استنتج بحيث ان لو قيمتها بواحد يبقى انت شغال هاي ريسك، ولو قيمتها بزيرو يبقى انت شغال لو ريسك. هاي ريسك فالبنك ما يقدرش يديله دون او قرض، بينما في حاله اللو ريسك مفيش مشكله، الشخص ده كويس بيسدد القروض بتاعته، خد قروض قبل كده بيسدد في مواعيدها، ما تاخرش، حالته الماديه ميسره، فاتح شركه مش عارف ايه الكلام ده كله، وبالتالي ده كله هيبقى بناء على مجموعه من الفاريبلز اللي احنا لسه قايلينها اللي هي سي هيبقى اسمها اكس واحد واكس اثنين او هنسميها اكس واحد. انت عايز تدي قرض لشخص، فانت بتجيب الداتا او الستيتس او الفاريبلز. الشخص ده خد قروض قبل كده ولا لا؟ سدد ولا لا؟ تعثر ولا لا؟ هل الشخص ده عنده وسيله دخل تانيه بحيث يقدر يدخل بيها فلوس ولا لا؟ فدي كلها بنسميها الفاريبلز. دي الفاريبلز او التريننج داتا اللي انا بناء على ذلك لما ادخلها للماشين فهو هيبدا يعمل كلاس ويقول في النهايه هل سي واحد؟ هل الشخص ده قابل على او قادر على السداد؟ ولا سوري لو سيب صفر او سيب واحد، هل هو قادر على السداد ولا غير قادر على السداد بناء على الاثنين. فطبعا سيادتك عشان تحكم هو قادر على السداد ولا غير قادر على السداد فهي لازم في مقابلتي. وانت بناء على دي هتبدا تشوف احتمالات السي المقابلتي بتاعت السي، هل هي على الاقل توصل ل 60% او اكثر من نص؟ هل المقابلتي
هو ياخد برضه اكبر من نص، فساعتها السي لازم تطلع واحد او تطلع زيرو حسب انت عامل هاي ريسك ولا لا. وبناء على ذلك فلو احنا حبينا نكتب دي كمعادله بناء على معادلات المقاومات اللي احنا خدناها، فشكل المعادله هيبقى كالاتي: ان انا هبدا احسب البروبابيلتي بتاعه السي نتيجه لوجود فاريبلز ان احنا هنسميها الاكس والله. لو كانت البروبابيلتي بتاعت دي اكبر من النص على سبيل المثال، يبقى في الحاله دي السي سي هتبقى قيمتها بواحد، السي هتبقى قيمتها بواحد، وفي الحاله دي على سبيل المثال ممكن يبقى هاي ريسك انك انت تديله فرق. ولكن البروبابيلتي ان السي تطلع قيمتها بصفر الاكس والواي كانت اقل من النص، اقل من النص يعني الاحتمال انك انت تديله الريسك اقل من النص، وبالتالي فالحاله دي هتبقى لو ريسك. هل السي سي بواحد؟ هل السي بصفر؟ يعني لو كانت السي قيمتها بواحد ان ده هاي ريسك انك انت تديله الضغط ده، فده احتمال هاي ريسك انت مش هتديله الضغط. بينما لو كانت السي قيمتها بصفر فدي معناها انك انت وانت بتعمل بروبابيلتي لقيت ان الاكس والواي في حاله السي بصفر هنخليها، لا معلش هنخليها اكبر من النص، ساعتها يبقى انت شغال له ريسك، وبالتالي في الحاله دي يقدر البنك ان هو يديله. يعني انت بتبدا تشوف احتمال ان بناء على الداتا اللي داخله دي احتمال الداتا توقعك في السي بصفر بكام، واحتمال ان هي توقعها في السي بواحد بكام، وبناء على ذلك بتبدا تاخد الديسيجن. هو ما فيش الداتا بيور هتقول لك ان هي السي بعينها او السي بعينها، فبناء على الليرننج بتديك احتمال وانت بتشوف الاحتمال ده هل هو اكبر من النص ولا الاحتمال اقل من النص. بناء على ذلك بيبدا نعدل القاعده بتاعه الفايس سيرنج دي، بنعدلها للشكل ده. هل في حد يا جماعه عنده اي مشكله؟ لو كانت دي فرضا طلعت اكبر من نص في حاله السي واحد يبقى ده هاي ريسك. هو يعني ايه حاله السي واحد؟ يعني في حاله ان السي كلاسز احنا قسمنا ان هي ليها قيمه يا قيمتها بواحد يا بصفر. فواحد معناها ان ده هاي ريسك مش هديله فرض، وزيرو معناها لو ريسك. فبناء على الداتا اللي داخله دي لما جيت اوقع الام واشوف احتمال ان بناء على الداتا دي هتحقق ان السي واحد، لقيت ان احتمال دي اكبر من نص. يبقى في الحالة ان ده هاي ريسك اكبر من نص، وبالتالي فانا مش هديله او ان الداتا دي كانت تحقق ان السي بيساوي صفر وطلعت اكبر من مين؟ اكبر من نص، ساعتها يبقى الفرق ميال ان البروبيلتي اكبر من نص، وبالتالي فهي مش حكايه ان دي لازم تبقى اكبر ودي اقل. وعمليا بقى هتبقى واحده فيهم بالتاكيد اكبر والثانيه اقل، بس احنا بنقول ان امتى هنقبل الهاي ريسك وامتى هنقبل اللو ريسك. متفقين على ذلك؟ ان شاء الله مش هتتفق. يعني انا بس بستخلص لك المفهوم ده من ركام معادلات. هو لسه في معادله ماشين ليرننج لو فهمتها، يعني ركام معادلات موجوده وبيتا والفا ومش عارف ايه والكلام ده كله، وفي الاخر بنطلع مثلا بسجل القانون النهائي. البورصه يا جماعه انا بعته في اتنين خدوا البورصه. مين ده؟ اللي كان معاكم حد خد الكورس منير؟ انا معايا على الفلاشه، في حد يطلع معايا بعد البتاع؟ بالتالي على الفاريبلز اكس هي البروبابيلتي للسي في البروبابيلتي اوف اكس للسي، الكلام ده على البروبابيلتي بتاعت الكلاس او الاكس. خلي بالك معايا في نفس المعادله بتاعت الباي سكول اللي احنا قلناها، بس هي بس كده بشكل اخر، بدل ما كانت البروبابيلتي بتاعت الاكس والسي على سبيل المثال، فهي بقى البروبابيلتي بتاعت السي مضروبه البروبابيلتي الاخرى زائد بلس سي، هعمل انفستيجيشن فاليبل اسمها اكس على التوتال البروبابيلتي بتاعت الاكس.
بيطلق مصطلحات بقى يا باشمهندس. باين بيسمي البروبابيلتي السي او اكس بنسميها البوست او الريون، وبيسمي البي او زيرو ال بنسميها البوستيريور، اقول لك يعني ايه، والبي اوف سي دي بنسميها البيريور بروبابيلتي، الاسامي اللي عايزينها كتير، والبي اوف سي اكس بنسميها اللايكلي اوت، والبي اوف اكس بنسميها الايفيدنس. يعني مصطلحات بس بنسميها ان البوست بيريود بيساوي ان البيريود في اللايكلي هود على دي. هو سيادتك عايز تستنتج طب سي دي كام بلس بالنسبه للاكس اللي هي مجموعه الفاريبلز. طب هو انا عامل فاريبل ما بين بلس ولا عامل قصدي؟ لا، انت نتيجه لوجود البلس ده او الفاريبل ده، فانت عايز تعرف هل البلس دي او الفاريبل ده هيتبع هذه الكلاس ولا لا؟ يعني نتيجه للظروف بتاعه العميل ده، هل الكلاس دي هتبقى بواحد ولا بصفر؟ فايه الاحتماليه للكلاس دي على سبيل المثال تبقى بواحد او بصفر بناء على مجموعه الستيتس الفاريبلز او اللي موجوده؟ انا من شويه كنت بعمل ب 2 فاريبلز. 2 فاريبلز بالنسبه للكلاس. انا حاطط اكس كفاريبلز او كستيت فاريبلز. مش واحده. هو هنا كان اسمها اكس واي، هنا بنسمي الفاريبلز كلها اكس، يعني دي كلها الاول فاريبلز على سبيل المثال. لو انت عايز تستنتج احتماليه البي سي او البي سي اوف اكس نتيجه للفاريبلز اللي موجوده، دي عندك البي سي بنسميها البيريور بروبابيلتي، والبيريور معناها السابقه. فاحتماليه ان تكون مجموعه الفاريبلز بناء على الكلاس دي، فهو عنده احتمال سابق يقدر يستنتج منه هي البي اوف سي قيمتها بكام، او احتمالات البي سي قيمتها بواحد او صفر. معلش هي ليها ديريفيشن رياضي كتير، فاحنا مش هنخرج في الحاجات دي او مش هنخرج فيها. فبيسمي دي البيريور لان هو عشان يستنتج قيمه البي سي نتيجه للفاريبل دي، فهو عنده مسبقا او معلومه مسبقه احتمالات السي مرتبطها بواحد او صفر بناء عليه، مع اللايكلي هود وهي العمليه العكسيه ان احتمال الفاريبلز دي او الكلاس دي بتحقق الفاريبلز اللي اسمها اكس قيمتها بكام على احتمال وجود الايفيدنس اللي هو الايفيدنس الكلي احتمالاتها قيمتها بكام. يعني انا عندي مجموعه من الفاريبلز الموجوده، سيل هو مثلا خد كارد وسدد فدي بواحد، مش عارف ان هو اتعصب قبل كده فدي بصفر، فانا بجيب شويه الفاريبلز دي كلها وفي الاخر بطلع منها باحتمال اسمها اكس احتمال الانبوتس اللي داخل. فهل بناء على ذلك ان الكوست بيريور بيساوي البيريور في اللايكلي هول على الايفيدنس؟ معدل العمل بتاع الفايس سيريم، معلش هي ليها اسكتات رياضيه كتيره كده احنا مش هناخدها، دي المعادله النهائيه بس دي اللي هو هيحطها في البرامج وهيبدا يحسب عشان يبدا يطلع البروبابيلتي. دكتور هو البي اوف تي اللي هي البيرور دي هو حسبها يعني ايه؟ يعني ما حسبها بناء على اللي فات. العملاء اللي قبل كده كتريننج داتا لما دخلوا فده واحد ده صفر وده واحد ده صفر وده واحد صفر، فاحتماليه البروبابيلتي ان دي تظهر هتبقى كذا. زي انك انت جايب ملك وكتابه فطلعوا 50 مش عارف ملك و10 كتابه، فاحتماليه ان الملك يظهر هتبقى مش عارف 60 على 60 على المجموع كل 70، يبقى دي البروبابيلتي بتاع الحدث. اوكي كده؟ يعني بي سي هنا يا اما بي واحد يا اما بي صفر. لا
بالبي او سي مش اه يا اما البي او سي مليان طب واحد يا البي او سي مليان نقص ده حسب انت عايز تجيب السيرفر بتاع الواحد بس البي سي والبي او سي دي الاثنين مالو البي او سي هو احتمال او البيريور بروبابيلتي بتاعك انت دلوقتي عندك مجموعه من الاشخاص او كل شخص بتبقى له داتا فانت عايز تعرف الداتا دي الفرد ده هتطلع فين طول واحد او اصلا يعني لو انا حبيت اكتب بشكل اخر والله احتمال ان السين تطلع بصفر نتيجه لمجموعه الفاريبلز اللي داخل السين هتبقى اكس 1 واكس 2 وهتبقى واي وهتبقى مش عارف واي 1 واي 2 الكلام ده هتطلع دي الفاريبلز اللي موجوده فانا عايز اعرف هل السين هتطلع بصفر ولا لا في حاله ان مجموعه الفاريبلز طبعا معنى ان السين تطلع بصفر يعني انك انت عايز تديله الضرب انت عايز تحسب الاحتمال فانا لو حبيت احسب الاحتمال ده فهو بيحسب في الاول احتمال حدوث السين تكون قيمتها بصفر بناء على الداتا الكتيره اللي حصلت فانا بحسب السين قيمتها بواحد من اللي فات ده كله قد ايه بالإضافة إلى احتمال مجموعة الإكسات دي كلها الإكس واحد والإكس اثنين والواي واحد والواي اثنين كل دول بيحققوا السي بصفر في سمة عامة إن هو عشان يخلي السي بصفر فمجموعة الفاريبلز دي لازم تبقى بشكل معين كان الموضوع عكس زي كده إن الشخص لو كان ده هيجيله مرض او بناحيه اخرى ان المرض ده بيجي للاشخاص اللي بتاكل القيمه الفلانيه او بمعنى اخر زي ما تكون سيادتك انت عامل برنامج على اساس جهاز الكمبيوتر عشان يطلع اشكال المسجلين فقط فانت بتبدا تضيف الصور كده موجوده وتديها للبرنامج وتخزنها ان دي صور مين؟ المسجلين فقط وتبدا تجيب الشخص وتدخله هو المفروض البرنامج من سمات الشكل بيبدا يطلع ان في ارتباط ما بين المسجل خطر وشكل الحاله. يعني الراجل ده المسجل خطر دايما بتلاقي راسه مش مظبوط. بتلاقي الوش بتاعه مش عارف فيه مش عارف ايه بتلاقي فيه خياطه هنا بتلاقي مش عارف ايه. فهو بيطلع بسمات معينه موجوده. فاصبح في ارتباط ما بين ان الشخص ده مسجل خطر وان في سمات معينه اتحققت. لما تيجي بقى تلقط صوره شخص عادي بقى وتدخلها فهو بيدور احتمال ان الشخص ده يطلع بناء على السمات دي موجوده فيه ولا لا. والله لو السمات دي موجوده فيها يبقى الشخص ده في احتماليه ان هو يبقى مسجل خطر او غير مسجل خطر. ده بالظبط هو خش بين المثال اللي عندنا. فهل سيب صفر هتديله قرار؟ او هل هو مسجل خطر ولا لا بناء على سمات الفاريبلز الموجوده هنا ده بالاضافه الى احتمالات البي اوف اكس 1 واكس 2 واي 1 واي 2 ان الداتا دي اصلا تكون موجوده هو الداتا دي هو سجل كارد خد كارد وما سددش هو خد كارد وسدد بس لحظه بعد شويه هو خد مش عارف ايه فانت بتعمل احصائيه للداتا دي في الاخر بتجيب احتمال بتدوس الداتا دي قيمتها قد ايه ده اللي احنا بنسميه بالنسبه لمجموعه الاشخاص اللي موجوده احتماليه ان مجموعه الاشخاص اللي دخلوا قبل كده نجحوا ان هم يسددوا كارت او ما يسددوش طب يعني احتمال اللي هو البيانات الجديده اللي هو للناس ده بجيبه بناء على هو دايما اي بروبابيلتي بناء على اللي فات وانا هبني ازاي الا لما يكون في عندي انديكيشنز قد ايه عشان اعرف الاحتماليه بتاعتها هو الاشخاص تعال ناخد مثال ونشوف هنعمل Thank you.
said in people with KG disease, KG they are grass-fed جابوك إلى وعلي بقرع مرض معين إذا ما تسمعه مش تسمع عن دعانة يسموه كيجي صار فنقول إن الأبطاء اكتشفوا إن المرض كيجي ده هو grass-fed جابوك هو غالبا بيجي للناس اللي بتاكل همبرجر يعني مرض الناس اللي بتاكل همبرجر أو المرض ده بيجي للناس اللي بتاكل همبرجر فحسب ان البي همبرجر للكي جي طلع 9 يعني ان المرض اللي اسمه الكي جي ده لما جاي يحسب احتمال ان الناس اللي بتاكل همبرجر بناء على يعني المرض اللي اسمه الكي جي ده الريشيو او الاحتمال اللي انت عايز تستنتج الناس اللي بتاكل همبرجر فلقى ان الناس اللي مصابه بالمرض ده 90% احتمال منهم بياكلوا همبرجر. الناس اللي مصابه بالمرض ده الاحتمال الاصلي اللي انت عايز تستنتج عليه تاني فالناس المصابه بالمرض 90% منهم بياكلوا همبرجر. زي ما هو ويتي وفهمي من الكي جي ديزيز هو اصلا كانت احتمال ان الناس تصاب بالكي جي ديزيز هي اصلا مخفضه هي واحد لكل 100,000 كل 100,000 شخص هو واحد بس اللي بيصاب منهم احتمالية بفرض ان احتمال الناس اللي بتاكل همبرجر 50% يعني نص الناس اللي في البلد بتاكل همبرجر هاد احتمال ان الهمبرجر ايثر ويل هاف الكيجن ديزيز ده العكس هاد احتمال ان الناس اللي بتاكل همبرجر يجيلهم هذا المرض وإذا احنا غيرنا نسبة الناس اللي بتاكل همبرجر دي إلى 1 من 1,000 يعني النسبة لا تتعدى مثلا 1% أو 1 من 10% في البلد علق على النتيجة وشوف الريشيو تطلع الموضوع العكس هما اكتشفوا إن المرض ده بيجي من أكل الهمبرجر فلقوا إن الناس اللي بتاكل أو المرض ده لقوا إن 90% من اللي بيصابوا بهذا المرض بياكلوا همبرجر فهو عايز يعرف الناس بقى اللي بتاكل همبرجر دي بنسبه قد ايه هيصابوا بالمرض اذا كان اصلا الاصابه هي بنسبه 1 لكل 100,000 طبعا هي دي اللي هي الكونديشن او الريليشن بروبابيليتي ودي اللي هو القانون بتاع البايس ثيوري ان هو عايز يعرف بناء على الحاله اللي هنا قيمه الخارج ده او البروبابيلتي ده احتماله كام؟ بناء على مجموعه الريشيو اللي هي البيريو واللايكلي هول والاحتمال يكون 100 مليون. تعالى نحاول نخرج المعادله دي بما قدر مع المعادلات الموجوده ونشوف الناتج يا جماعه هل في حد لسه ما عرفش المساله؟ لو انا حبيت اكتب احتمال الاتي وانت عايز تحسب ايه؟ انا عايز احسب ذا بروبابيلتي ذا همبرجر ايتر ويل هاف الكي جي ديزيز يعني انا عايز احسب المرض هيصيب كم واحد من اللي بياكلوا همبرجر وبالتالي فالاحتماليه الداتا اللي انت عندك اوريدي موجوده اللي هي الهامبرجر ايتر وانت عايز تعرف نتيجه لدول نسبه الاصابه بالمرض ده هيبقى كام؟ الهامبرجر ايتر دول هيدولي نسبه اصابه بالمرض قيمتها كام؟ بناء على الاحتماليه دي والله بناء على الريشيو او المعادله دي هتطبع بسامي يبقى دي البروبابيليتي بتاعت الاصابه بالمرض اصلا مضروبه في البروبابيليتي العكسيه هو الكي جي ده بيجي لمين؟ همبرجر ايثر الكلام ده على احتمال البي بتاع الكي جي سوري دي بتاعت الهمبرجر احتماليه الناس اصلا اللي بتاكل همبرجر قيمتها قد ايه؟ ما بتاكلوش همبرجر
هي نفسها الموضوع الناس بتوع المسجلين الخطر. فانت عندك هنا مجموعه من الناس المسجلين وانا عايز اعرف الشخص ده مسجل خطر ولا لا. فهو احتماليه المسجلين الخطر اصلا او الناس اللي موجوده الاشخاص دول قيمتهم قد ايه في المجتمع بالاضافه الى السمه العكسيه. والله هو السمه بتاعه الطباق مسجلين خطر بتبقى لهم سيمه معينه هل هي مرتبطه بالشخص ده ولا لا؟ بالاضافه الى نسبه مين؟ نسبه الاشخاص الصالحين مثلا في المجتمع هل هم مظبوطين ولا لا؟ او نسبه الجريمه في البلد. هي طبعا شويه ريشن او شويه بروبابيلتي او احصائيات موجوده. طبعا انا عايز استنتج من البي كي جي بتاعت البرجر يعني دي هتطلع قيمتها الاجسام. احتماليات حدوث المرض اصلا هو قال ان كل واحد مصاب لكل 100,000 يعني سي دي هتبقى واحد على 100,000. احتماليه اصابه المرض الكلام ده مضروبه في الاحتمال العكسي ان الناس اللي بتاكل اللي بيجي لها مرض بتصاب بالنسبه الناس اللي بتاكل همبرجر في البلد كلها اللي هي كل مكان اللي هي نص اللي هي 5 سيادتك حسابها هتطلع 1.8 في 10 اس ناقص دي معناها ان المرض ده هيصيب الناس اللي بتاكل همبرجر بنسبة كام؟ 1.8 في 10 أس ناقص 5 اللي هي 18,000 من الناس اللي بتاكل. شوف عدد السكان بقى واضرب تجيب عدد الأشخاص اللي هياكلوا اللي هيصابوا بالمرض ده نتيجة للبروبابيلتي اللي ده عكس دي. هنا الأشخاص اللي بتاكل همبرجر في نسبة هتصاب بالمرض. بينما هنا احنا لقينا ان المرض ده في نسبة من الناس اللي بتاكل همبرجر بتصاب بيه، فالموضوع عكس. لأن ممكن اللي بيصاب بالمرض ده مش ضروري ياكل همبرجر نتيجة لأي حدث تاني، بس دي نسبة الناس اللي بتاكل همبرجر المصابة بنفسها. فده الإحداث أو الفاريبل اللي أوريدي عندي وانا عايز استنتج البروبابيلتي بتاعت الحدث الثاني، فده مرتبط بده بس ده اللي كان ينبت او ده اللي كان معروف. فانا حاولت اجيب الريليشن. طيب هو بيقول ايه اللي هيحصل او علق على النتيجه لو كان نسبه الناس اللي بتاكل همبرجر هتبقى 0.001، لو الناس اللي بتاكل همبرجر في البلد هتبقى النسبه قليله. فطبعا يعني انا هستبدل يمين يسير مطلوب ايه؟ من مطلوب بي هستنتج هتبقى 1 على 100,000 الكلام ده 9 من 10 بس اقسم على 1 في 100 او 1 من 1000 لما تقسمها لسيادتك هتطلع النسبة تقريبا 1 في 100. النسبة كام يا باشمهندس؟ 1 في 100. يعني احنا لما قللنا في البلد نسبة الناس اللي بتاكل همبرجر زادت نسبة الإصابة. بتعرف تعمل كومنت على الإصابة؟ دي طبيعي. أنت لما كان العدد كتير العينة كانت كبيرة فأنت عايز تعرف الناس اللي بتاكل همبرجر نسبة قد إيه منهم بيصابوا بالمرض. فلما كان العدد كبير فكانت النسبه بالنسبه لي 1.8 في 10 اس ناقص 5. انا عندي 2 مليون واحد بياكلوا همبرجر، كام واحد نسبه منهم بتصاب بهذا المرض؟ النسبه دي. لما انا انزل بقى من مليون انزل لان عندي طبعا النسبه اللي بتصاب بالمرض منهم نسبه مثلا حوالي 1 من 1000، يعني بدل ما انا كانوا مليون واحد هم اللي بيصابوا او بياكلوا همبرجر بقوا مثلا 50,000 او 5,000 واحد. يعني نسبه ال 5,000 واحد دي العينه نسبتها قلت، فطبيعي ان عدد الافراد كنسبه بالنسبه لل 50 واحد النسبه بتاعتهم هقل. يعني لما انا اقول ان 70 واحد من ضمن ال 100 عندهم مرض
خلاف لما انا اقول ان 90 واحد من ضمن المليون عندهم المرض، فالنسبه بقى النسبه تختلف. وده اللي حصل هنا، فنسبه الاشخاص اللي بياكلوا خربوزة اللي بيصابوا بهذا المرض هي نسبه 1%. يعني في كل 1% او في واحد هيصاب لكل 100 شخص. بينما نتيجه لان الناس هنا كتير كانت بتاكل همبرجر، النسبه اصلا اللي اوريدي موجوده كبيره. فلما تيجي تطلع النسبه اللي موجوده دي في العدد الكتير، فلازم برضه النسبه تطلع كده ايه؟ يعني 70 بالنسبه ل 100 مش زي 90 بالنسبه لل 1000. فالنسبه دي هتتقل بناء على ان عدد السامبل او الحجم نفسه يكون كبير. تمام؟ طيب لو انا بقى حبيت اكتب برنامج للسيكونس ده، فالموضوع باختصار ده كده بكلاس واحده. يعني على سبيل المثال احنا جبنا الناس اللي بتاكل همبرجر وعايزين نعرف اصابوا بالمرض ده ولا لا. بس انا في ناس بتاكل همبرجر، في ناس بتاكل مش عارف سجق، في ناس بتاكل كبده والحاجات دي كلها، وبالتالي فانا عندي خمس ست افراد موجوده. فانت اصبح عندك مالتي كلاس، في مالتي كلاس موجوده نتيجه لمجموعه من الاشخاص. هنشوف بس المعادلات في حاله المالتي كلاس شكلها عامل ازاي. حد عنده سؤال يا جماعه؟ يعني هنا على النمبر دي في الحاله ان العينه قلت، فعشان كده جبنا مع الاكس طلعت مش عارف مثلا 1 من 10.
قال لي دي مثلا 3% من الاحتمالات اللي هتدوس. بس سيادتك لما تيجي تستقر بقى على الكلاس اللي احنا كنا قلناها المره اللي فاتت، فانت تستقر بناء على البريورتي. فدي كانت اعلى بريورتي اللي هو السي 3 او ارتباط البكسل السي 3. يبقى الاوبجيكتيف بتاعي ان السي 3 هي اللي هتطلع قيمتها بواحد، بينما السي 1 والسي 2 والسي 4 قيمتهم هترفع باصفار. يبقى ده الكلاسز بتاعته كلها. يبقى تصنيف الكلاسز اللي بيتم هو بيتم بناء على البروبابيلتي الاحتمال. فانت بتحسب احتمال التقابه بالكلاسز دي كلها، وفي الاخر بتطلع على واحده، وهي دي تعتبر نسبه مين؟ هي دي نسبه البروبابيلتي او نسبه التقابه. انا مش فاهم المقام، بس جنبه هو المقام هنا يا باشمهندس ده كان نسبه، يعني دي كلاس واحده. يعني سين هنا مثلا انا عايز نسبه الناس اللي بتاكل وفين. المقام هنا ما عادش كلاس واحده، انا عايز اعرف العربيه دي، فلازم تخش معايا محصله اصابات او ريليتد الكلاس التاني، بدل ما كانت هي احتمال واحد لان هو فاريبل واحد وكلاس واحده. لا، ده انا عندي مجموعه والريليشن ما بينهم اقدر اجيب الحاجات دي. ايه اكسر سي جي ولا اكس بالنسبه لسي جي؟ يعني شرطه غير ولا بالنسبه لسي جي؟ دي شرطه عادي. يعني المرض ده هيجي نتيجه للاكل ده، مضروب في احتمال حدوث المرض نفسه. صومشن في كل دول بيطلع غلط كبير. حد عنده اي سؤال يا جماعه؟ ان شاء الله في حد هنا كده هيبقى امتحان اللي هو يعني انا عايزك تاخد الموضوع بسيط. الموضوع نعم حكايه الفرامل دي، ايه المطلوب منها؟ يعني هو طبعا الفرامل يعني لو طلبت دي منك سكه برنامج مثلا برنامج، فانا مش عايز كود، انا عايز بي دي ال، انا عايز بروجرام ديسكريبتيف لانجوج. يعني الناس لما بتيجي تبرمج ما بيقعدش يبرمج زي كده بالاف والفور والسي والكلام ده كله بيطلع فورمات معين. لا، هو بيدخل البرمجه اللي هي بيسموها السي كود، اللي هي البرمجه العامه. يعني انا الخطوه بتاعتي في الاول هعمل مثلا هكتب اقول له مين ويقول داتا انبوتس مثلا. طب دكتور، طب لو هنشرح مثلا على الداتا انبوتس اللي هي الاكس، كل الصرف ده كل ده الداتا انبوتس اللي ده. طب انا عندي لازم البروبابيلتي اصلا بتاعت اكس بالنسبه للسي اي تبقى موجوده عندي. ماشي، انا بكتب البرنامج اهو، اقرا كل الداتا اللي بكتبها، بعد كده مثلا ريد البروبابيلتي اللي هي البروبابيلتي لما ادوس اكس مثلا لكل سي جي. دي بدايه سي جي، فسيب احط دول في الفور لوب لايك يساوي 1 لحد مين. الناس فاهمه انا قصدهم ايه؟ يعني انا ما بكتبش برنامج بالتفصيل، انا بكتب ديسكريبت لانجوج. البرنامج ده لو كتب خطوه الاولى المفروض اعمل كذا، الثانيه كذا، الثالثه كذا، هعمل لوب عشان اقرا احتماليات المصابات ومش عارف ايه. وفي الاخر خالص اقوم اعمل لوب ثانيه عشان احسب الاكسبكتيشن اللي في الاخر خالص اذا كانت ايه الماكسيموم بتاع السكريبت اللي عندي. ولكن مش برنامج يتنفس، هي مجرد سكريبت لانجوج. حد عنده اي سؤال يا جماعه؟